مرة يوم طبعا اخوكم معروف يعني بالمواقف المحرجة، اقع في يعني مستنقعات من الاحراجات ومن الحظ السيء. والله يكفي شر الحظ السيء. ايوه لا ما شاء الله ما في حظ سيء. ذاك اليوم جات هدايا سعد السبيعي الله يذكره بالخير ايام برنامج الرصيد، جات هدايا غزلان محنطة وكذا عرفت، من ضمنها غزال حي. خلاص غزال حي جوني قالوا تعال محمد المسعود نبيك تفاجئ سعد، لا حاجات هذه تزهل وابدا انت وضبط الامور ورتبها. جاء لقافة اخوكم في الله، رحت ابغى اشوف الغزال يعني فتحت الصندوق حقه ابغى اشوفه، بس الغزال الصدقي ذا ايه هو محنط؟ لا 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 المحنط غير، وهذا هذا حقيقي ذا. جايبين محنط؟ جايبين محنط حقيقي. انا بس مو طالع حقيقي حي حي يعني انا فاتك قبل شويه اقول صدقي ايش يقول حقيقي؟ توقعت ان ذاك بلاستيك محنط. اسلم. طيب فهمت؟ المهم بس فكيت الغطا طال عمرك اليوم انطلق. ايوه اي وش تبغى؟ وش يمسك الغزال الحين؟ ابلش وراه يمين يسار يا ولد. حصل اللي حصل في القريه. في القريه فدخل على غرفه اعداد القسم اللي داخل ذاك. المهم واجه ابو علي بدون شوي وانكسر كسرت ايده بدل رجله. من هو؟ الغزال. اعوذ بالله. عظمه طلع وكذا. صدم ابو علي؟ ما ادري من اللي صدم فيه، ما ادري، بس ابو علي واجهه. ابو علي بس شاف الغزال وما شاف. خلاص ما ينفع ما ينفع ما ينفع. دكه دكه دكه. اصبر يا اخي باي طريقه. انا دكه فهمت؟ الله وكيلك في ثواني وطال عمرك كله مصروخ. والله صرخ وعلق وطال عمرك قابد. يلا هذا قدمه سعد سبيعي. يا ولد انا ابي حي. طبختوه؟ اقول لك كل اللي هو اللي طبخه ابو علي. كيف الطعم بس؟ ذاك اليوم؟ بالله اكلته يا ابو سالم؟ والله لا. وكيف؟ اكلت منه الغزال؟ لا والله انا غبنت والله ما اكلت منه. ليش؟ عشانك كنت سبب؟ انا غبنت اني